بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه ومصطفى وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب، والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. سورة نوحة ليلها سورة الرعد بليلها وإنه إيمان دون تالفتغاسي، ويسبح الرعد بحمده، هل كاس بين أوغو إيمان دون تا لفتغاس بلوغا مغاعدغي سورة ده سيدا درت سورة دان ترسية ترتيب قرآن كا وسورة دي سبحية توبناد مركي سورة الفاتحة لغسوا باللابو آيات كيدو أفرتن يسدح بوكا كوبين يهي عشر كيدو نميشو نقارسيو نقون دونا سورة دان ولا اسكوها يا غار وحي إليه سورة دان وان مديني ووحي كسو دكتي المدينة المنورة بعد الهجرة بيسو دكتي قارنا وحي إليه وان مكي سورة دا قابك أي واحد ليس مركا داركتين سورة دو إني مكي تاي بعض أم لينيسا مركا سورة دن وحي كب الله بتي حروف تأفر تاي مقطعة ألف يلام يميم يرع أفر تاسي كب الله بتي سورة ديه كب الله بني حروف تا مقطعات كا بي سورة دن كميت هاي سين صوت الماني قيبت هوري القرآن كا وحكو جرى سقال سورة دو كب الله بني في سورة البقرة كسوة باللابنة هي آل عمران وحا كحيق سورة الأعراف هي سورة يونس هي سورة هود هي سورة يوسف هي سورة الرعد هي سورة الحجر هي سورة إبراهيم سقال كاسي حروف تاسي كب اللوضان أول كود ألف كاها آخر كود يأذوها معناها حروف تاسي حنبار سنتهاي إله الله بندق سبحانه وتعالى وأيو لغة العربية كمسو أرورين أفرتن حرف معناها إليهين لقمهلين وحكالون لقمهلين النبي عليه الصلاة والسلام تفسير وإساقو فسيرين لقمها إيو مركة حدان انتا لقوها إن سيدا سألود دين إياه وحليه سبحانه سيداس بالك قتقية ساسانا أغفي عن أما معناها حروف تاسودان وركي لسكود رسولة البقرة وإنو كسو شيقني بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را أفرتا حرف معناها كجرة يا معناها كحبالا إلهي أمبا يغانا وركي سيداس إنو كقتقينا مرر بضن واسو مرر تلك تاس وات إشارة ذا وحل إشارة يا آيات كان سو الصعدة تلك تاس آيات الكتاب كتاب كآياته سيويان أنري أفرتني الصدح آياتود بي ككوبيهين والأرنكرة مرك اللام البعد قال لقلي كاف الخضاب كا وحكوت السنية آيات كقيمة إليهين با مارت كترجميان تلك تاس آيات الكتاب كتابك آيات كي سيويان حدوا والذي قرآنك أنزل لدجيي إليك أذيك الوسو الدجيي أيها رسول الكريم من ربك ربي حقي سنة لك أسو الدجيي الحق النبوة وبيك مدبعان مرك حق حالي روح الصغن تربيك أن هذا حق بالديك رواي ومرك دغاغاي ووح الصغن مرك إله سبحانه وتعالى وحق كلام كيسنا وحق رسولك صدر صدينا وحق كتابك نسودج وحق ساسوير إله سبحانه وتعالى لكن دتك انت بذني وحير إله مبرمين يان وحيقا حق أهي إله سودجي مرمين يان بير إله سبحانه وتعالى دتك انت وظفرها بذنوان حقيقة وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وانصومرني وإن تدع أكثر من في الأرض
يضلوك عن سبيل الله مركا دادك انتو ظفرها بضان تركوبك هاد الجيرة هدين للسميه والله راعه امسا مؤمنين وكتاب الرميسا امسا سيان كتاب الرميسني وفربدين انت الرميسني حلقية با انت اسئو مارتي بليان بالرميسني انت الرميسنين مصيب بدنا والذي قرآنك هي وحي أنزل للدجية إليك أدق الوقوس والدجية أيها رسول الكريم من ربك ربك حقي سنة لك أقس والدجية بوحي الحق مطبع أبيك مدبعانا أول لهين هبيراته وحد الليلة آن لهين سيدة سوري الله سبحانه وتعالى مركة هذه كتابك أوسن الليل لهين ربي أوسن الليل لهين رسولك أوسن الليل لهين بيسن هبونين إن كتابك لغو رغم مين هبونين كتابك إن لغو رغم وحي ابن آدم كأي مسكحة كدجيين ولغو وريري ولغو دالي ولغو بنجري لكن متك نوها أدون كان سعادو إيا خير لغو نولانا آخرنا نوها الجنة إيا وحي كل حجر مارتي لغو قاعد إيو سو إلا رعاي ما فيعنا وحي ريب ولكن أكثر الناس تدك إنت وضفرها بذني لا يؤمنون الحق حقا إيا وحيقا مر بين إياه بوي ريب سبحانه الله إبا الذي أليه وي رفع كرياله أبو ري السماوات رريالها تضبضا بغير عمد تير لأن بو إلهي أبو ري وميشا كتاريو هل كاس وكتاغي تاسو ترونها عمود تاسو ترونها ذر كيسان وحتيرا وعركا هيا وان اجيدنا مجيرو ثم استوى إلهي هو اكاديو على العرش عرش جيسا نور كالي كاسو كو اكادي وحنا هو اكادي كان شيء إلهي وعنم سبحانه وتعالى طيب وصخرا وسهلي الشمس قرح ديب سهلي يو القمر ضيحي وإلهي فدودي للسير إني السعودان لمنافع العباد الضومضة ما ارتفع إيده دودة وإلا بضوء السعودان كل دمان هدواء يجري واسع عنيا لأجل إلى أجل مظل يمدو مصمى لعيمة من عند الله إلهي أكتس لك عيمي بيسع عنيا مركي لقاره مضى الشاسنا قرآن يدي حبل سكينية وجمع الشمس والقمر بوير له طيحي يقول رحل بل سكينية لكن انت كهر سمع إيمان كران وحي ريبا يدبر الأمر أمرك إبا ما مليا من السماء إلى الأرض كربك ما مليا لو كان القسو فلينيا يفصل الآيات آياتك بو إله كلب حينيا ونوع عدينيا لعلكم مركا واحد مدنتهين هدي آياتك ليدين قيحوا ليدين عديي باللقاء ربكم ربينا لكل كيسا توقنون إن آذ يقين سام بو إله سبحانه وتعالى تصحى هذا العالم العلوي وها العالم السفلي وهو الذي عليه ويان مد تاغي كل جيدي الأرض دولك وجعل يالي فيها أرض قده رواسي بورك تاغي يو أنهارا وبيال قلقل إن في ذلك رمها الشيغي لآيات تصالو إي عقل علل إي في رقاد شيويهين لقوم ضد يتفكرون فكر يؤو مسكح ذوضا إيا مان كوضو أرشقين إيوه إله سبحانه وتعالى حليهي عركب إلهي انتو أبوري بهدن إلهي كريالي هل كاسو إلهي كتاغي ياه ماشاس با إلهي كتاغي عدسو طابا كرتا إيا عدمارة محمها قاري كرتا مدن مجرو أنبياء إلهي سبحانه وتعالى بل لو أقوليه ويون شقينيه وإله أسكرتي سيه ومارتي قلي كرتا
sidaa darteed nebiga markii oo maka laga qaaday leylat lisraa walmicraaj oo la geeyey muxuu ahaa bayt lmaqdas la geeyey halkaas safarkii markay ka sii wateen isagiiyo jibriil samadii u soo xigtay baa la tegey jibriil baa garaacay samadii markaasa askartii iyo gaadhhayihii baa waxay dhaheen waayo waa jibriil buu yidhi yaa kula socda muxamed baa ila socda haye fiise ma sitaayo ilaahay fiise ma soo siiyey inuu samada ku yimaado haa buu yidhi saasaa lagaga furay ilaa toddobada samo aa lagaga furayey marka cirka halkaasaa ilaahay ku taaray cid soo taaban kartana ma jirto wax gaadhi karaana ma jiro nin gebiye baa wuxuu yidhi taytiri cirkaa taagan meesha lagu taaray ee tiirar loo sii rikibay cidhif ka taageerin eed cidina soo taaban karin sii wada wuxuu yidhi adugu gabagabadii tacliinta ilaahay dhigaa lays hortegayaaye wartukada islaam oo intaan taladu kaa hoosay waa xikmad wa wainna min ashicri la xikma buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam imisaa kun oo sanay dhisan tahay wax dilaaca iyo wax maaragtay rangigii ka duulo iyo wax jeedhara iyo wax soo daaday midna miyaad aragtay abadan waxay ku tusinaysaa markaa wixii sancada ilaahay iyo wuxuu ilaahay sameeyey iyo aadamu waxay sameeyeen ay aad u kala duwan yihiin baa laga qaadanayaa marka wax tiira oon u jeedno oo geesaha ka taagan ma jiro saasuu yidhi illah subxaanah wa tacaala bikayri camadin tarawnaha tiir aad arkaysaan ma jiraa maya marka kolley kuwa inaan arkaynin inay iska jiraan oo ilaahay awooddiisaa ya waa dhici kartaa wuxuu yidhi eebe subxaana markii oo cirkii ilaahay taagay baa ilaahay subxaanahu wa tacaala yuu carshigiisa nuur kale yuu ku ekaaday ekaansho isaga u cunanta yuu ugu ekaaday dayib cirkii keligiisa uu meesha iska hoganaya macno samayn maaye wasakhara ashamsa waalqamar markaasaa ilaahay qoraxdii baa ilaahay subxaanahu wa tacaala yuu fududeeyey inay socoto dayixii baa ilaahay fududeeyey inuu isagana habeenkii socdo inta badan marka taasi waa awood ilaahay waa nicmo ilaahay uuna siiyey subxaanahu wa tacaala haddaba kulligood waa soconayaan laakiin madal iyo muddo ilaahay og yahay bay ku soconayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala markii la gaadho waqtiga ugu talagalayna waa la duuduubayaa cirka iyo qamarka iyo wuxoo dhan baa la duuduubayaa wuxuu yidhi eebe subxaana ilaahay isaga amarka maamulay oo yudabiru lamra min asamaa ila alard isagaa maamulaya aayaadkiina waa noo qeexay oo waa noo caddeeyey wax walbaba haddaba wuxuu yidhi eebe subxaana waxaad mudan tihiin rabbigiina la kulankiisa inaad yaqiinisaan inaad ilaahay la kulmaysaan subxaanahu wa tacaala ilaahay iyo idinku toos inaad u wada hadlaysaan si nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam taa haddii qofka ka dhacsan tahay lacallakum billiqaa'i rabbikum tuuqinuun wax wax dila ma la arki lahaa abadan wax wax dhaca ma la arki lahaa abadan wax haaraan maarata muxuu ahaay waxay xayta ma la arki lahaa ma la arkeen laakiin tanaynaan yaqiinsanayn haddii oo caalam alculwi ilaah ka waramay iyo wuxuu ilaahay ku rakibay haddana dhulkii oo isagana la yidhaaha caalam alsufli la yidhaahdo buu ilaahay ka waramay ilaahay dhulka isaga yaasaa u ballaadhiyey oo baaxaddaa u yeelay oo waxaasoo badaa iyo waxaasoo buuraa iyo waxaasoo bannaana ilaahay isagaa ka sameeyey marka dhulka ilaahay wuxuu sheegay in ilaahay tiirar ku adkeeyey buura cirkii laba sheegin laakiin way jiri karaan amaa dhulkii wajacala fiiha rawaasiya buu yidhi lah ilaahay buuruu ku adkeeyey sidaa darteed a'imatu tafsiir waxay yidhaahdeen buurtu intay dhulka ka korayso in la eg bay gudaha ku jirtaa
لماذا؟ لئلا تميد بكم سئنا إذن لدغدغاقين إذن لدليلين. طيب بو إلهي ويالي سبحانه وتعالى إلهي وبياله بو إلهي كسمي للكي وكذا ركتيو وبيبا أنتو كيما دو قارد كلا وقارد إيمانية ومن كل الثمرات نعموك إلهي نسيي وإلهي ينقر واقسينية مركز إله سبحانه وتعالى من كل الثمرات وحمر أهودا وآدمه كن أولاده أوه محمد هاي نلوشي سلف دمروها بو إلهي إلهي سبحانه وتعالى جعل فيها زوجين اثنين وحكي إلهي مريه لب اللب بكي مذلب يمد لدك يمد مارث محمد مد عد يمد مدو يمد عقارة يمد عسانة يمد جالة وإلهي كي إلهي سبحانه وتعالى قدر كوذيبا لك للدوي وقياس كبيكوك للدوي هينو قارنة ويعلسيهن قرنوا يفذوديهن ردن كيف يكون كل الدوينيهن كليلك يقبوك يكون كل الدوينيهن خرارك يمعان كيف يكون كل الدوينيهن مرك إلهي بايالي وحد قران كرتا إن أرنتاسو أي كدن بيسو قوة ربانية هو ذي بين كدن بيسو سبحانه وتعالى يخشي الليل النهار هبين كيبو كد بولي يا مالنتا فيطول النهار وانتي وشان يطبع ساعدات نغونا يسا هبين كي نو يرانا يا سغال ساعدات بو نغونا يا سيدا عكس قد هدانا إلهي وحكو الدبولة يا مال انت هبينك فيطول الليل هبينك عد يرانا يا وحن نغونا يا شان يطبع ساعدات مال انت نوحي نغونا يسا سغال ساعدات ما ملكا يا سمينا رفي رسادي اوداس اي اقونتاس اي نحريستا إلهي انه نحريستا سبحانه وتعالى بو يريب سبحانه إن في ذلك كوالا سوشيغ إلا آيات تصالي يويهن لقوم داد يتفكرون داد فكرة وحمامنا بس كحضوة شقين يسو با وحي أتحي وانو يعقل علل الله يبا الذي يليه وي رفع كوريا لي أبوري السماوات عرريالها بغير عمد تير لآن ترونها بو يريب أركيسان وإن أركين إن جنوا صورت قل ثم استوى وائك هذا يب على العرش عرشه سنور كالوكوك هذا استواء يليق بجلاله وعظمته وكبريائه بوغوك هذا يب وسخر وسهلي والليلي الشمس قرحدي والقمر ضيحيب الليلي وصاصي صدب مريان مد مد مارتك عيسى مجرا كل دمان يجري واسعنا يا لأجل المضال يمدو مصمم بأكتي سلقم عابي يدبر الأمر أمر كيبو يبما مليا من السماء يفصل الآيات آيات كيبو كالدق دق يا آيات بإلهي نوع الدين تبيانا لكل شيء وحكسوا له نوع الدين وفصلنا بير الله سبحانه وتعالى وحواي ما فرضنا في الكتاب من شيء وكل شيء فصلناه تفصيلا وإلهك لبحي سبحانه لعلكم مركا واحد مذنتهين باللقاء ربكم ربكين لكل انكيس في الآخرة الله كل ميسان توقنون إنا ديقين سان وتكت لك شان وطباب الشيستان وهو يبا الذي اللي هويان مد الأرض للك اللي هي بلاريوه وجعل وحيال فيها أرض ذا رواسي بورا لئلا تميد بنا سئل النولا دغدغاق وأنهارا وبيالبو يالي قاردك إمان وقاردك لي أي كفا إيدي سنيسو وحجيالي إيب سبحانه وجعل وحجيالي من كل الثمرات منه كل قد بيالي كلمة وحلق لي كل من سياق العموم بالإله وحلق لي وكلي ألبى لقلي الثمرات مركا معناها سيوحو كينيا وحكست أمراء أو آدمه أباهي هاي إن إله سبحانه وتعالى نويا لي ومن كل الثمرات يبيا لي
جعل وايليو فيها أردد قده هذا زوجين لبا نوع يوكيالي اثنين أول بح مدد الدق يمد لب يمد عس يمد مدو يمد مارت محمر ردنكا يقدر كيف يوكل الدوي يخشي بوا الدبولية الليل هبين كوكو دبولية النهار مالنت مالنت بعديران إيسا سيد عكسي يدنا إلهي مالنت كوكو دبولية هبينك إن في ذلك الرمها الله سوى الشيغي عالم كي كرا إله نوغا ورمي عالم كي هو سوهدنا إله نوغا ورمي إن في ذلك كاس لآيات تسالوية لقوم داد يتفكرون وحفكر إياه وحمامين إياه وحفهم إياه وفي الأرض للك الدحدي سوحا هذا قطع قيبة متجاورات إسلح ريرتا ودريسة وجنات باء هذا جنوين أح من أعناب قيت كعنب كل يراهذو وزرع باء هذا زرع ودلقة وبريسك يقبضينك يمردك يقلي يوحي لبيري يعدن ونخيل باء هذا قيت تمرات سنوان أيق يو هل قن أم هل سلك ولا بحي وغير سنوان هل قن غير كذيوك كبحي أسقى ولا ورابنا يا بوري أب بماء بيو واحد وكله هل بيك وذا عبيان طيب هل قفبة وذا بيرايا هل بقعد بيك وذا مارت يا لقى بيريا ونفصل الآيات حين ونفضل وانديريسينيو بعضها مرها قار كمدا على بعض بركة كلان ديريسيني في الأكل حق عنتظة إن في ذلك قال سوشيغ الآيات تصالوا إيهي لقوم داد يعقلون وحقرنا يتفكرون وصومرنا يعقلون تدك وحفهم إيه وحقرنا وحيري إيه سبحانه وتعالى لك وحكم ذا ميلا ما رتمحوها يا الله قو حريرتا ميلا هاس أوددنا بيرا لقى بيرا بيرا هاس وحوايه وحكم إذا عنبك وحكم إذا زرعك وحكم إذا مفاهيك تمرتك يا كم إذا مركة قطع متجاورات كور وكو وحب حناك وقطع متجاورات كو كرؤون يغن وحب بحنين باجرة وميشا كودغن مركة مريه أي بحيين وحير الله سبحانه وتعالى وكل الدوين وكل في عين إلهي باب الشيغي ونفضل بعضها على بعض في الأكل انتظر وكل في عين مركا لين إيه بس بس ما يسكو مدبا يسكو مدما سو ما كلا في عنا وكل في عين لين دران تا إيه محوة هاي إيه عمبو سو ما كلا في عنا وكل في عينهم ركا إلهي سداس قاربا قارك كلا أغفض لي كذلك سداس وكلا بلكي بالك لفض لي أو وحي بحنا يا با إلهي كلا فض لي مخلوقي بالك لفض لي أو قارب قارك كلا لقد المريي قارب أنبياء لقد دقي يا رسول بالك دقي قارب وحا لقد دقي ما رسم حما هاي كوا أو حبا هايم بالك دقي marka wuxuu leeyahay eeb subhanahu wa ta'ala hadaba wuxuu eeb yiri arintaasi waa ayat wa ayat hal ugu garanay ayadka qoom yaqilun maxay ku garanayaan dadka aqliga leh waxay ku garanayaan idahan hal meel ka wada baxay hal qof wado beeray hal biyo ku wada baxay sidan u kala duwan inuu jiro alla fa'ilho sidan u kala duwa inu jiro bal ya laga fahmaya wayo qofkii wax beeray meeshii uu beeray biihiina uu ku sii daayay laakiin ya midahan bixiyay ya midahan saa u kala duway muqaalkooda iyo miisaankooda iyo dhadhankooda iyo kala wanaagsanidooda ya kala bixiyay ilaahay wuu subhanahu wa ta'ala marka waxa waay sida darteed weebuu xireel qowmi yaqiloon dadka wax garanaya wa
dadkan waxba garanaynin sida xayawaanka maar subaxdiina iska dareera habeenkiina soo hoydaa kuwa xisaabta ayagu kuma jiraan buu yidhi reebbi subxaana wafi lardi dhulka waxaa ka mida qitacun qaybaa ka mida mutajaawiraatun isla xiriirta tajaawiraat isla xiriirta marka hadday isla xiriirtay maxaa dhacay wajannaatun baa ka mida oo dhulkaasi wuxuu bixinayaa jannaat jannooyin oo ah min acnaabin geedka cinabka la yidhaahdo wa zarcun dalaggii wah waxa waaye waa bariiskii iyo qabadinkii iyo wixii la mid ah iyo wa nakhiirun geed timireed baa maarta dhulkaa bixinaya kuwaasoo sinwaanun hal sal ka wada baxay hal salkoodu waa isku wada mid baarkooda iyo waxyigooduna ay kala duwan yihiin iyo qaaran isku salahaynoo mid walba sidiisa u baxayo wakayru sinwaan yusqaa wuxuu yidhi reebbi waa la waraabinayaa bimaa-in biyo waaxidin oo keligii hal biyaa laga waraabinayaa ma kala duuna oo biyo khadhaadh iyo biyo dhanaan ma kala aha hal biyo wey ayib yusqaa bimaa-in waaxid hal qof baa beeray hal meelna way ka beermeen haddaba wuxuu yidhi reebbi wanufadilu waan kala fadilaynaa waan dheeraysiinaynaa bacdahaa barhkood calaa bacdin qaybta kale korkeeda fi lukuli waad aragtay bini aadamkan markuu ilaahay abuuray waikhtilaafu alsinatikum waalwaanikum buu yidhi leh carabkii baa kala duwan muuqaalkii iyo midabkii baa kala duwan sidaasoo kale wa inna fii daalika kaa la soo sheegay la aayaatin tusaale u yahay liqowmin dad yacqiluuna wax garanaaya wain tacjab facjabun qowluhum wain tacjab haddaad ama kaagto ood anfariirto facjabun waxaa ka ama kaag badan ka anfariir badan qowluhum ayaga eraygoodii ay yidhaahdeen aydaa kunnaa haddaanu ahaano turaaban carro haddaan noqonno camuud noqonno siiga noqonno a innaa annaga la fii khalqin waxaan noqonaynaa abuur jadiidin oo cusub mina la soo celina wuxuu yidhi eebba ulaa'ika kuwa alladiina kuwii weeyaan kafaruu birabbihim rabbigooda ka kufriyeyo waxay ka kufriyeen awooddii iyo aqoontii iyo cilmigii ilaahay bay ka kufriyeen waulaa'ika kuwa alaglaalu silsilado yaa ahaanaya fii acnaaqihim qoortooda dhexdeeday ahaanayaan waulaa'ika kuwa asxaabu nnaari naarta saaxiibadeeda weeyaan hum iyagu fiiha naartaa gudaheeda khaaliduuna bay ku waarayaan waxaa la yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam haddaad la yaabtay oo amankaag iyo dhabanahaysa ay kugu noqotay cadamu iimaanihim iimaan la'aantooda islaamnimo la'aantooda facajabun waxaaba ka yaabbadanba oo ka daranba waxay yidhaahdeen haddii annaga carro aan noqonno oo ciidda ku darmanno oo ciidduna cunto annaga ma abuur cusub baana loo soo celinayaa nin la yidhaah caas bin waayil baa nebiga maaragtay laf intuu soo qaaday burburtay iyo hortiisa ugu burburiyey markaasaa wuxuu leeyahay muxamedow man yuxyi alcidaama wahiya ramiim yaa soo celin kara markaasaa waxaa lagu yidhi waxaad tidhaahdaa qul yuxyiiha aladii anshaaha awala mara wuxuu iloobay abuurkiisii hore yuu iloobay marka wuxuu leeyahay eebbe subxaana wa tacaala tanaa ka yaabbadanba qudradii ilaahay iyo cilmigii ilaahay iyo xikmaddii ilaahay bayba inkireen oy diideenba soo wax lala yaaba maa taase ka sii yaab badan ayib wuxuu yidhi eebbe subxaana kuwa haddaba soo ma aha rabbigood bay ka kufriyeen oo aqoontii ilaahay iyo awooddii ilaahay bay ka kufriyeen kuwa silsilado naar ah baa qoorta loo gelinayaa maalinta qiyaamada markaasaa silsiladaha intii labada gacmood iyo qoorta la ysku xidho oo deedna dhabarka laga jebiyo lugahana silsilad kale laga soo geliyo baa labadii la ysku xidhayaa
isagii oo xunqaar dhurwaalaynaya oo naarta lagu riday, naarta baa lagu tuuraya. Saasuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala, faidaa hum muqmaxuun, ayuu qorta taagaay baa lagu tuurayaa naarta. Saasuu yidhi ebe subxaana, dayib kuwaasoo ma aha waasxaabu naar, naarta saaxiibadeeda wa wasaaxibu laa yufaariqu saaxiba, saaxiibkuna qofka saaxiibkiisa ma faaruqa inta badan, haddii xataa muuqaal ahaan uuna ula joogin, mukaalama ahaan buu ula joogayaa, marba uu wacaya war xaggee joogtaa, war maxaad ku miyan tahay, war maxaad ku sugan tahay, war xaaladaada ka waran buu leh. Marka sidaa darteed waa asxaabu naar, naarta ay saaxiib la yihiin. Waxa kale oo ilaahay ku sii akiiday hum fiiha khaaliduuna, wayba ku waarayaan, armaa laga soo bixiyaa ma leh. Qof gaala haddii naar uu galo armaa laga soo bixiyaa ma jirto, ama qofka muminka waa laga yaabaa haddii oo maaragtay muxuu ahay dembigii intii laga tirtiro baa laga soo bixinayaa kuwa jahannamiyiin la yidhaahdo, uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam. Wa in tacjab, haddaad yaabto oo ay kugu noqoto dhabanahays, yacnii bicadami iimaani, iimaan la'aantooda, facajabun, waxaa ka yaab badan qowluhum, ereygooda ka yaab badan, ay yidhaahdeen aydaa kunna, haddaan ahaano turaaban, carro haddaan noqonno, ciidda aan ku darmanno, aynaa annaga la fii khalqin, ma abuur baan ahaanaynaa, jadiidin oo cusub. Sidaasay ku hawaaseen. Ulaa'ika kuwa aladiina, kuwii weeyaan, kafaruu birabbihim, rabbigood bay ka kufriyeen, aqoontiisii iyo awooddiisii bay ka kufriyeen. Maxay ku tahay ilaah kun ahow fayakuunu, way iska ahaani, ma ilaahay wax weyn ku tahay, ma jeeriya malku uga jeexaya. Dayib wuxuu yidhi ebe subxaana, wa ulaa'ika kuwa, wuxuu yidhi ebe alaqlaalu, mareego iyo silsiladaya, fii acnaaqihim, qoorahooda ku sugnaanaya oo lagu xirxiraya, ulaa'ika kuwa asxaabu naari, naarta saaxiibadeeda weeyaan, hum iyagu fiiha, naarta gudaheeda khaaliduuna, ku waarayaan, waciyaadu billaah. Wayastacjiluunaka, waxay kaa dadajin dalbayaan, bisayi'ati, xumaanta, qabla alxasanati, wanaag horti, baa waxay leeyihiin cadaabka keen. Walxaal qad khalad, ay tagtayo, min qablihim, iyaga hortooda, almathulaatu, cuquubayaalkii ay tageenoo ummado la halaagay ay ogsoon yihiin. Wa ina rabbaka, rabbiga, ayuha rasuulul kariim, laduu maqfira, dembi dhaaf alla u saaxiiba weeye, linnaasi dadka, calaa dulmihim, gaftooda korkeeda uu dhaafo, intaabu, wa anaabu, hadday tawbo keenaan ay soo noqdaan. Wa ina rabbaka, rabbigaana, la shadiidu lciqaabi, ciqaabkiisu alla uu daran yahay weeye, liman casaahu wa khaalafa amrah. Nimankii quraysheed ee nebiga laga bixiyey calayhi salaatu wasalaam, intay odhan lahaayeen war khayr maaragtay ilaahay noo bari, khayrkaasoo noo soo degdega, baa waxay sameeyeen ilaah cuquubada noo soo dedejiyeen. Cuquubada waa soo maray fii suurati alanfaal, allahuma in kaana hadaa huwa alxaq faamtir calayna xijaarata min assamaa aw i'tinaa bicadaabin aliim bay. Wuxuu maxamed la yidhi hadduu xaqi yahay ilaahu samada, samada ilaahu dhagaxya nagaga soo daadi, kaasay yidhaahdeen. Waxay yidhaahdeen rabbanaa cajil lanaa qitanaa qabla yowmi alxisaab, ilaahu naarta qaybta aan ku leenahay iyo nasiibkanaga ilaahu noo soo dedeji. Waxaa yeelaya kii soomaaliga ahaana maxaa laga sheegay, wuxuu yidhi cirkow soo dun, ciidday dhaqaaq, cadho allay kaalay, waxba dhowran maaye, allow dhagaxyo soo daadiyo. Kanaaba ka daran Abi Jahl iyo Nadar bin Xaarith iyo kanaaba ka daranba, waayo iyagu intaa mayna odhan, cirkow soo dun mayna odhan. Waa cirkow haddii ku soo dun way garanayaan in maaragtay wax baxsanaya uuna jirin. Ciiddu hadday dhaqaaqdo wax noolaanaya maa jira, dhulkanoo kula cararay sida maaragtay diyaaradda oo kale kuula ordaay, yaa noolaana, xageed qabsanaysaa? Marka
waxay yiraahdeen nasiibkanaga noo soo dedeji bay dhaheen waqad khalad min qablihim almasulaat buu yiri lah ummadii ka horreeyeyna se loo halagay way ka warqabaan qowm nuux maxaa ku dhacay ree caad maxaa ku dhacay ree samuud maxaa ku dhacay qowm luud maxaa ku dhacay yacni waxa weye way ka warqabaan dayib wuxuu yidhi eebbe subxaana iyagoo sidaa la samaynayo haddana eebbe wuxuu leeyahay hadday tawbo keenaan waa laga tawbo aqbali wina rabbuka laduu maqfirati linnaas dadka ilaahay waa u dembi dhaafayaa hadday ka tawbo keenaan calaa dulmihim waad ogsoon tihiin ninkii dilay 99 nin dilay ee intuu u tegay wadaad suufiya buu u tegay markaasaa wuxuu yidhi warnihuu 99 baan dilay tawbo ma leeyahay wadaadkii miskiinkaa waa iska anfariiray diintana aqoon dheeruma lahayn markaasaa maaduu 99 dishay madaxuu gacmaha saartay asagiina 100 buu kaga dhigay 100 buu kaga dhigay wuxuu yidhi bal ii sheega aclamu ahli lard qofka ugu cilmiga badan dhulka hala ii sheega nin baa loo tilmaamay ninkiibuu u tegey ruuxuu yidhi 100 baa nafta ka jaray 100 qof oo ilaahay naf geliyey baanaanu ka jaray dayib ee wax tawbo oon leehay ma jiraa markaa ninkii sheekha waa nin caalima waata hadda aayad dadka qaadana waa ina rabbaka laduu maqfirati linnaasi calaa dulmi markaasaa wuxuu yidhi adiga tawbada maxaa dhexdiina ku jiriy tawbada maxaa kaa xijaabaya iskaga tag buu yidhi dhulkan waa dhul xun oo fisqi iyo mashaakil iyo dulmi iyo dhiig la daadiyo iyo xaaraan la daaqo ee dhulka lagu yaqaano intaa iskaga tagto dhulka hebel la yidhaah u kac ninkii buraashadiisii uu dhaansaday isagoo meeshii maaragtay maxumaa xuduuddaha markuu gaadhay dhulkii xumaayo dhulkii fiicnaa malaggii baa u yimide markaasuu maaragtay maxumaa kimbil ka siiyey kimbil hadduu ka siiyey malaa'ikatul cadaab iyo malaa'ikatul raxma baa ku murmay malaa'ikatu cadaab waxay tidhi ninkan weligaba khayr ma sabay 100 qofna way ku maqan tahay marka kan annaga qaadanayno xagga naarta u jiidayna tii kalena waxay tidhi ninkan uu tawbo keenay isagoo taa'iba oo muqbil cala allah ilaahay soo qaabilay baa maarata ajalkii ku yimid saa dartee annaga qaadanayno malag baa ilaahay u soo diray kala xukuma xaakim noqda malaggii baa kala xukumay wuxuu yidhi bal ardada dhinacaas iyo dhinaca midkii u badan yahay xuduudda marka la fiiriyo ha la fiiriyo marka waxaa la arkay inuu dhinacii dhulkii fiicnaa u dhowaaday calaa kulli xaal qoladii maaragtay malaa'ikatu raxma baa qaadatay marka saa darteed iyagiio waxaa samaynaya ba haddana ilaahay tawbo ugu baaqaya iyo dembi dhaaf way istacjiluunaka waxay kaa dedejin dalbayaan bisayaati xumaanta iyo halaaga iyo cuquubada qabla alxasanati wanaag hortii walxaal qad khalad ay tagtayo min qablihim iyaga hortooda almas-uulaatu cuquubooyinkii iyo tusaale wax u noqdaay u tegey wa ina rabbaka rabbiga ayuu rasuul kariim laduu maqfira dembi dhaafa la u saaxiiba weeyaan u dembi dhaafo linnaasi dadka u dembi dhaafo mu'minu linsi iyo mu'minu ljinni buu ilaahay u dembi dhaafayaa goorma calaa dulmihim geftoodii buu ilaahay uga dhaafayaa waa markay soo noqdaan wa ina rabbaka rabbigaana la shadiidu lciqaab buu yidhi lah waa la ciqaabkiisu uu daran yahay cidda caasida ee xumaanta ku madax tiirisay aan ka soo noqonin cadaab daran baa ilaahay la tiigsanayaa subxaanahu watacaala wayaquulu aladiina wixii waxay leeyihiin kafaruu gaaloobay oo mushrikiintiiye lowlaa unzila waxaa loogu soo dejin waayay calayhi rasuulka korkiisa aayatun mucjizo oo min rabbihi rabbigiisa xaggiisa aayaddu ay ka ahaatay wuxuu yidhi eebba innamaa anta adigu waxaa tahay oo keliya mundirun mid dadka u digaya unbaa tahay walikulli qowmin qolo kastana waxaa u sugan haadin mid hanuuniya kaasaa u sugnaaduu yidhi illah subxaanahu watacaala
نمك مشركين تاع واحد هذا دوني سينا كرمينه واحد هور تبوره المكة إمارة نعديدي إن عبودي نجاك لك هه مثل بقول كيلو متر جي لابا واحد هن نقول كم بيرن نوجا سمه سيد الشام أو كله صدح بيريس كم بحيسه واحد هذا وبيقول غلاية نو سمه أفر بورت اللي يلا هذا الصف اللي يلا هذانا وهكا عصنا هنا قبي جيدا أردنبا إن الذهب كود ظن وغديكتو يمبا انتو الرضا والذهب كاكا قاط ساسي كوي له النبي عليه الصلاة والسلام وحكى له أي لهذين وحن الربنا آياته هراء إلا أركاي بانو دونينا نبي الله موسى وشيسي يقعنتيسي نبي الله صالح هشيسي نبي الله عيسى عسوبدي إلى عرك وقصه ودري كونه كلام مرت وقنع كرنا ساسا وحقو راعي كرنا يعني مرت دمدمت نجد داويد ساس يقول هذين مرك إلى سبحانه وتعالى نبي عيسى وحقير إنما أنت منذر فحش قضى هذا ما شقضى هذا ما أدق واحد يقف منذره الدقية فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب هذا هو على غير ربعين قارسيسو يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك قارسي أما حسابته أنك على حسابته من الله سبحانه وتعالى وحكى له أن غريبة هين حتى إيجا ليابا يكون غطي ولكل قوم هاد قال كستا إلهي وحقدر مثلون يا أبو قدر الرسول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أمة ما جرته إلا إلهي وحقدر الرسول بإلهي قدره مركا وحاس انت كدافته أدوك بلق بس أما حسابته أنك إسكالب ويري الله سبحانه وتعالى أنك عليه سأسأل ويري النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الذين وحيوا حيليهم كفروا قالوا بي لولا انزل محل اسود جواي عليه رسولك كركيسا آية معجزة من ربه ربي كيسا حقيسا كتمدو انبيدي هر معجزات كل السينا يي وحيري بينما انت وحط هاي وكليا منذر مدقا ينبات هاي وحسن شقد هذا ماها نكي قاتانا إساقي دانوتاي نكي ديدانا إساقا مارتا كل بقبا ولكل قوم قال الله أرك كل جدنا هاد بتحنونية كسي ليهم بويل الله سبحانه وتعالى سأذوق بحنونية أذو طاي الله يبي يعلم وحيوقي هاي ما تحمل وحي قاضي سو كل أنثى بتدي كل جد وحي عروشك قاضي سو بويله يكسوني هاي وما تقيد الأرحام المجالينك وحي نسقامين أيوه يصور دعية إلهي وأكسوني وما تزداد وحكر دايا وحي أورك كجري بلا أكر دايا إلهي وأكسوني سبحانه وتعالى وكل شيء وحل أرك دمانتي كل وحو أهاضي عنده إباك تسبي مقدار متقدر إيو قياس إلهي أوياليو هو إبعالم الغيب وحينك إنك مقان إله وحكم غني مجري الله كعلم بضنوه يو الشهادة وحينك إنه موغضة الكبير إله وكبير لا أكبر منه وحكوين مجري المتعال ومث سرين بضن بير الله سبحانه وتعالى وعو البواء أستغى كسرية هدي تهي سفديسة هدي أسماديسة تهي هدي ذاتديسة تهي ساكسر ريا وحي ريب سبحانه إلهي وحي أقياهي وحي حنباريسو علوش أكو قاديسو وحددك أما إنسي هاها أما جني هاها أما حيوان هاذو وح الله وحي علوش أكو قادوه إلهي وحي ريب أكسويهي وحاس وحيهي وحلبا وحددكبا وحده ما يسترنبا موح ناس ناقصا إلهي واوقيهي وما تغيد الأرحام رحمك يا المقالينك
waxa uu nusqaaminayo oo yacni waxa waayeyso waqtigii la gaadho buu iska soo dhici karaa. waxaa dhici karta wamaa tasdaad, waxa weeye qofka caadigu wuxuu ahaa bini aadam marka la fiiriyo sagaal inay maaratay muxuuahay qofta dumarka ay ku umusho wuxuu maaratay ka yeeli karaa 11 bilood ama 12 bilood, qaar hataa intaasoo sano caloosha ku jiray baa jira. ilaahay marka shay walbaba agtiisa waxaa jira miqdaar iyo qadar baa jira. ilaahay agtiisa uu shay walbaba leeyahay, shay walba adduunyadani bimiqdaarin wa miqdaar bay ku socotaa. mar baa la gaadhi doonaa in gebigeedaba la tirtiro, baa la gaadhi doonaa bimiqdaar qofka cumrigiisa bimiqdaarin wa ilaahay waa caalim alqaybi washahaada, waxa maqan yuu ka maqan yahay maaluu ka maqan yahay maaya. laa yakfaa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa wa fawqa kulli dii cilmin caliim, wax kasta buu ilaahay ogsoon yahay subxaana. ayib, ilaahay sifaadkaasuu leeyahay cilmiga iyo aqoonta dhammayska diran wuxuu og yahay, washahaada wixii muuqdo oo dhan buu ilaahay ogsoon yahay subxaana wa tacaala. innaga qof baa aqoon isbidaya olaani ma taqaanaa, PhD baan haystaa anigu, waa kanaan ahay haye werigii qadaadkiisa ma arag halkaas inuu muraayad xaggaa iska mariyo mooyaane, werigii ma arag calooshan waxa ku jira, weligii miyuu arag, weligii muu arag, weligii muna arag qaskiisa, weligii muna arag meeshaas labada badhiyood ay isaga yimaadiin, weligii ma arag. fadl shaah yaa in la tiiriya mooyaan lama cabi karmo. arxaamu ilmagaleenku waxa uu nusqaaminayo iyo wamaa tasdaadu waxay kordhinayso, ilmagaleenku kordhinaya wa kullu shayin, wax la arka dhammaanti kulligii cindahu eebba agtiisa wuxuu ahaaday bimiqdaarin mid la qiyaasay. weeba caalimulqaybi, waxa naga maqan annaga alla ku aqoon badan weeye, washahaadati waxa muuqdaba alkabiiru alla weyno, la akbara minhu wax ka weynuusan jiri wa almutacaali, deedna allaha sarraynta badan wah. sawaan waxa isku mida minkum idinka xaggiinna man axadka asarra siraysta alqowla erayga iyo waman jahara bihi qofka kor ula dhawaaqa iyo waman axadka huwa isaga mustakhfin isku qarinaya bileyli bidulmati leyli habeenka madowgiisa isku qarinaya iyo wasaariboon mid bannaan baxay binnahaari maalinta gudaheeda u soo bannaan baxay. ilaahay wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala, waxaa isku mida ilaahay cilmigiisa waxaa isugu mida man asara alqowl waman jahar, qofka erayga kor u qaada waasiruu qawlakum aw ijharuu bihi innahu caliimun bidaati suduur, ama kor u dhaha ama hoos u dhaha yaa innahu iska daa qowlkii aad kor u tiri ama hoos u tirihe innahu caliimun bidaati suduur, laabaha waxa ku jiro ee boogsooyin yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur, isha khaa'inada iyo laabta waxa ku jiro ilaahay ogsooye subxaana wa tacaala. waxaa kale buu yidhi eebba subxaana waman huwa mustakfin billeyl, qofka habeenka isku qarinaaya ee markuu xumaan samaynayo dadka habeenka madowgiisa iyo gidaarada iyo geedaha hoostooda isku qarinaaya markuu doonayo inuu waxado amuu doonayo inuu fisqi iyo xumaan sameeyo amuu doonayo inuu maaragtay khiyaamo sameeyo, iyo qofka maalinta cad dhabarka
wadada hayweyga intuu maray dhabarka ballaadhiyey waa isku mid ilaahay agtiisa nafsu shay wa sawaan waxaa isku mida oo jinna minkum idinka xaggiina mana sarra alqawla ereyga midka siraysta ee hoos u yidhaahda waman jahara bihi iyo midka kor u qaada iyo waman axadka huwa isagu mustakfin isku qarinaya bileyli bidulmati leyl habeenka madowgiisa markuu doonayo inuu xumaan sameeyo iyo wasaaribun mid ismuujiyey binnahaari maalinta bartankeedii iyo maalinta muxuuahay iftiinkeedii dhabarka ballaadhiyey buu yidhi illah subxaanahu wa tacaala ayib wax dhibihi labadaasba waa isku mid buu yidhi ebe lahu ebe wuxuu leeyahy mucaqibaatun kuwa isla cidhbinayo min beyni aydiihim dadka hortooda ahaaday wa min khalfihim gadaashooda iyo dibtooda ahaaday yaxfaduunahu way xifdinayaan hu insaankii min amri illaah amarka eebbe yay ku xifdinayaan ina allaha eebbana laa yugayiru ma bedelo oo ma biqowmin qolo waxay haystaanoo nicmaha kama bedelo xataa yugayiru ilaa ay bedelaan maa bianfusihim naftooda waxa ku sugan waidaa araada allah eebba hadduu doono biqowmin qolo suu-an xumaan hadduu la doono in la halaago haddii ilaahay la doono col iyo abaarin laysugu daro falaa maradda wax celin kara lahu suugii iyo xumaantii uma sugnaanin wamaa lahum iyaguna maysan ahaaninoo min duunihi eebbe sokaydiisa min waalin wax arrinkooda tawaliyo oo dhibkaas iyo xumaantaa ka qaada ilaahay wuxuu leeyahay malaa'ig malaa'igtaasoo isla cidhbinaysa oo qofka hortiisa iyo gadaashiisa garbihiisa saaran buu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala marka addoonkaasay xifdinayaan wax alla wuxuu sameeyo wa ina calaykum laxaafidiin ya maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid ficil hadduu sameeyo iyo hadduu eray sameeyo intaba malaa'igtaasaa qoraysu yidhi eebbe subxaanahu wa tacaala yaxfaduunahu min amri illaah ilaahay haddaba addoommada hadduu nicmo siiyo nicmadaa kama bedelo hadday caafimaad tahay iyo hadday ceesh tahay iyo hadday ciyaal tahay iyo hadday nabadgelyo tahay ilaahay nicmada uu siiya addoommadiisa kama bedelayo ilaa iyagu ay bedelaan iyagu ay iska bedelaan maxay ku bedelayaan mukhaalafo iyo xumaan iyo fisqi kaasay ku bedelayaan haddii ilaah doono subxaana markuu doono ilaahay qolo xumaan uu la doono wax ka celin kara xumaantaas haba yaraatay ma jiro wixii ummada ee la halaagay waxaa looga celin waa xataa yugayiru maa bianfusihim buu yidhi ilaah ilaa naftooda ay maaragtay muxuuahay ka bedelaanoo meeshii xumaantahay samaan lagu bedelo yaa ilaa lagu bedelo haddii ilaah doono qolo xumaan uu la doono wax ka celin karaa ma jiro yuu yidhi ilaah yaa ka celin kara abadan maa lahu min duunihi min waal kaasuu yidhi eebbe subxaana lahu eebbe wuxuu leeyahy mucaqibaatun kuwa isla cidhbinaaya min bayni yadayhi qofka bini aadamka hortiisa wa min khalfihi gadaashiisa isla cidhbinaya yaxfaduunahu iyagoo xifdinaya insaankii min amri illaah ilaahay idankiisa iyo amarkii ilaahay uu siiyey ina allaha eebbe laa yugayiru ma bedelayo maa biqowmin qolo waxay haystaanoo nicmaa xataa yugayiruu ilaahay ka bedelaan maa bianfusihim naftooda nicmadii ilaahay siiyey ilaahay naftooda ku bedelaan waidaa araada allah haddii eebba doono biqowmin qolo suu-an xumaan hadduu la doonana falaa maradda wax celin kara lahu suugii uma sugnaanin qowmu nuux yaa ka celiyey qowmu huud yaa ka celiyey qowmu saalix qowmu luut wahalu majara falaa maradda lah wamaa lahum mana sugnaaninoo min duunihi eebbe sokaydiisa min waalin wax amarkooda tawaliya oo wax u tarana maynan helin wallahu aclam.